الخير سادة المشاهدين، ورحب بكم في حلقة جديدة من أمسياتنا القانونية اللي نستضيف بها محامين وخبراء قانونيين ونتكلم وياهم أمور قانونية تخص المجتمع العراقي. موضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا، وهي الموضوع النشوز وآثاره. كما تعرفون هنالك دعاوي الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية بتزايد مستمر. المجتمع تتوجه إلى المحاكم في أبسط الأمور لإقامة دعاوي الطلاق، وكذلك من بينها دعاوي النشوز. راح نتحدث وياكم في هذا الموضوع آثار النشوز، وما هي النشوز بالأول، وكذلك شروطه، وكذلك متى تكون أو تعتبر الزوجة ناشزة، وكذلك متى تفقد حقوقها. كل هذا راح نتحدث مع المحامية القديرة الموجودة في الاستوديو، ضحى حكمة المولى، عضو الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين، وكذلك خبيرة قضائية لدى محكمة استئناف كركوك الاتحادية. اهلا وسهلا بيك ست. اشكرك على قبول الدعوة ونورتينا وشرفتينا. شكرا جزيلا. اشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل وياكم مشوار حلقتنا لهذا اليوم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. كما ذكرت قبل قليل، موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع النشوز. كما تدرون في الأوساط الاجتماعية يتراود كثيرا من كلمة النشوز، متى تعتبر الزوجة ناشزة بحق زوجها، وكذلك متى يحق للزوج إقامة دعوة النشوز، ومتى تكون موقف الدعوة المطاوعة من هذه المواضيع. ست ضحى، قبل الخوض في مواضيعنا وبالأخص موضوع النشوز، ممكن أن تعرفين معنى النشوز أو كلمة النشوز ماذا تعني؟ أستاذ محمد، النشوز لغة هو الترفع والتعالي. هذا المعنى استعير للدلالة على ترفع الزوجة واستعلائها على زوجها. بمعنى الاصطلاحي هو القانوني والاصطلاحي، أنه هو عصيان الزوجة لزوجها وامتناعها عن مطاوعته فيما أمر به بالمعروف. هذا التعريف القانوني للنشوز، أما لغة فهو الترفع والتعالي. طيب، لو أخذنا بعين الاعتبار، متى تعتبر الزوجة ناشزة بحق زوجها؟ هذا الموضوع ما ممكن نخوض به قبل ما نمر على موضوع المطاوعة. لأن كثير يجهلون أنه دعوة النشوز ما يعني تصير رأسا، أكو يعتقدون أنه دعوة النشوز مباشرة. قيمة الدعوة تعتبر الزوجة ناشزة. ما ممكن نتكلم عن النشوز إذا ما نمر مرحلة المطاوعة. النشوز بنيان يقوم على أساس دعوة المطاوعة، عليه ما يمكن الزوج أن ينشز زوجته إذا ما يرفع ابتداء دعوة مطاوعة. فعليه نتكلم نخوض في موضوع المطاوعة، لأن هو الأساس الذي يبنى عليه النشوز. طيب ست، ذكرتي دعوة المطاوعة. طيب هنا المطاوعة طبعا هي من هو من حق الزوج في إقامة دعوة المطاوعة. طيب هنا ما الحالات اللي الزوج يقدر يقيم دعوة مطاوعة لإرجاع الزوجة على عصمته؟ المطاوعة هي حتى يعرف المشاهد اللي أقسم يسموها بالمعنى العامي بيت الطاعة. بيت الطاعة. المطاوعة هو أن يطلب الزوج زوجته الانتقال من بيت أهلها إلى بيت الزوجية المعد من قبله مسبقا. هذا المطاوعة، هذه هي دعوة المطاوعة. المطاوعة بها شروط معينة يجب توفرها حتى يحكم القاضي ويلزم الزوجة بمطاوعة زوجها. منها هاي الشروط مثلا؟ ابتداء لازم يهيئ بيت مستقل تتوافر به الشروط الشرعية اللي هسه أتكلم عنها إن شاء الله. حتى المحكمة تعتبر البيت شرعي. يجب أن هذا المتفق عليه، يجب أن تكون الدار مستقلة. يجب أن تكون الدار ملائمة لحالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي. أكو شغلة استثنى القانون الدار المستقلة، أنه من حق الزوج أن يسكن والديه في دار الزوجية. يعني الولد الوحيد لأهله؟ لا مو شرط. ما اشترط هذا النقطة؟ لا مو شرط. يعني الكثير من الـ في الأوساط الاجتماعية يذكر أنه القانون
أوجب، ما أعرف منين يجيبون هاي المصطلحات، أنه القانون أوجب أن يكون أحد الوالدين مع الزوج إذا كان هو وحيد لأهله. لا مو شرط، ممكن أن يسكن الوالدين أو أحدهما دون قيد أو شرط. وكذلك أجاز القانون أن يسكن الزوج من يكون الزوج مكلف بإعالته شرعا، لكن هنا اشترط شرط بسيط، أن لا تتضرر الزوجة من ذلك، أن لا تتضرر الزوجة من إسكان من يعيله الزوج ومكلف بإعالته شرعا. الوالدين قلنا دون قيد أو شرط. نعم. راح يقولون المشاهدين وحقهم يسألونه، يقولون من هم المكلف الزوج بإعالته شرعا؟ نعم. مثال يعني يكون احنا مجتمعنا مجتمع شرقي، تعرف البنت تطلق الزوجة الأخت تطلق ما تسكن وحدها، راح ترجع ما عدها أب وأم، إذا ما عدها أب وأم عدها أخ. نعم. ما تقدر تعيش بوحدها، هو مكلف شرعا أنه يعيلها. الإعالة غير الإنفاق، يعني يعيش تعيش وياه. نعم. أو أخته الصغيرة اليتيمة، أو ابنه غير البالغ من زوجته السابقة سواء كانت متوفية أو كانت مطلقة، هذول مكلف الزوج بإعالته شرعا، شرط أن لا يلحقون ضرر بالزوجة. طيب. فهذا المقصود بالدار المستقلة الشرعية. نعم. مستقلة فقط تكون تعتبر شرعية حتى لو كان أسكن والديه قلنا دون قيد أو شرط، أو من كان مكلف بإعالته شرعا شرط عدم الأضرار بالزوجة. إن شاء الله. أحب أن أنوه السادة المشاهدين، يمكنهم الاتصال على الأرقام الهواتف الظاهرة في أسفل الشاشة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم اللي تخص موضوع حلقتنا لهذا اليوم، هو موضوع النشوز وكذلك أثاره والدعاوى المرتبطة في هذه القضية، وهي دعوة مطاوعة وكذلك آثارها، ومتى يتم إقامة الدعوة المطاوعة من قبل الزوج، وكذلك متى تعتبر الزوجة ناشزة بحق زوجها. طيب، ست سؤالي راح يكون هنا، إذا هي الزوج دار مستقلة و طلعت المحكمة بكشفها على الدار المستقلة وما بها من أثاث صالحة للسكن، طيب هنا شلون راح تكون قرار المحكمة، وين تتجه الدعوة بهذه القضية؟ بالتأكيد هي مو كل دار مستقلة تعتبر شرعية. نعم. وإلا كان المحكمة اكتفت بهذا الإجراء فقط. تخرج المحكمة كشف على الدار، أكو شروط معينة يجب أن تكون متوفرة بالدار المستقلة، هذه الشروط نص عليها القانون، واشترط أن لا يكون الزوج متعسف في طلب المطاوعة بقصد الأضرار بالزوجة والتضييق عليها. أكو هاي نقطة مهمة ذكرتيها ست، يعني كثير نشوفها من الزوجات بالمحكمة يقول لك أنه زوجي ما يريدني، بس من باب الضرر ومن باب تعسف في استعمال هذا الحق ده يقيم دعوة مطاوعة، هو من يريدني صح. بس شنو يقيم دعوة مطاوعة في بسبيل يقطع دعوة النفقة المقام من قبل الزوجة. كثير من الزوجات تدعي هاي النقطة صح. شلون دا تثبت للمحكمة أن الزوج أثناء إقامة الدعوة المطاوعة هو السيء النية وليس حسن النية؟ النوايا هاي يتكفلها رب العالمين، لكن بالنسبة لإحنا بالنسبة للقضاء الشروط أكو معينة حددها القانون. إحنا قلنا يجب أن يكون تكون الدار الزوجية ملائمة لحالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي. نضرب مثال حتى نقرب الفكرة للمشاهد. ممكن. يعني ممكن أنه تكون الزوجة على مستوى معين من الغنى والمنصب، كأن تكون طبيبة وأستاذة جامعية، يعني تشغل في منصب معين. هذه الدار المهيئة لها مو نفس الدار المهيئة إلى غيرها من الزوجات البسيطات. إحنا مو قصدنا أنه إحنا نسوي فالتفرقة، وإنما هذه شرعا موجودة، وإلا كان ما شرع مهر المثل. فيجب لذلك اشترط القانون أن تكون الدار الشرعية ملائمة للمستوى المعيشي للزوجين. اشترط أيضا القانون أن تكون الآثاث الموجودة في الدار تعود للزوج، اللي إحنا نطلق عليه مصطلح بالمحاكم شائع متنازع عليها. يعني ماكو قضية أو دعوة مطال استحقاق لهذه الآثاث من قبل أي شخص. طيب، هنا الرجال الزوج يعني عنده بيت مستقل آخر. نعم. والزوجة اتخربوا وتزاعلوا وتركت البيت، هنا الزوج من يقيم دعوة مطاوعة لإرجاع زوجته يمكن يعني أو يقدر يجيب الغراض في البيت المستقل الأول ويخليها على بيت المستقل الثاني ويهيئها، هنا ايش راح يكون هذا المصير الاثاث في البيت الاول المستقل؟ اذا ما كان اكو دعوه اثاث مقامه من قبل الزوجه ما تعتبر متنازع عليها. كلمه متنازع عليها يعني وجود دعوه في هذه الاثاث، دعوه استحقاق لهذه الاثاث.
إذا ماكو هذه الدعوة ما راح تأخذ المحكمة بنظر الاعتبار أنه هذه الأثاث تعود للزوجة طالما أن الزوجة ما طالبت بها بدعوة قضائية. طيب حتى وإذا طالبت فيها هي غرضها في نهاية المطاف. الحالة يجب أن تستبدل. يجب أن تستبدل. يجب وإذا تستبدل. كانت هي غرضها اللي كانت تستعملها في ذاك البيت. نعم إذا أرفعت بها دعوة يجب أن تستبدل هذه الأثاث. طيب لنفرض صدر الحكم للمطاوعة. وإحنا بعدنا يعني دعوة المطاوعة. صدر الحكم دعوة إلزام الزوجة بمطاوعة زوجها. ما الأثر المترتب على هالقرار؟ الأثر المترتب على هذا القرار هو قطع النفقة المستمرة من تاريخ صدور الحكم. من تاريخ صدور الحكم المطاوعة. قطع النفقة المستمرة للزوجة فقط دون الأولاد، لأن كثير يعتقدون الأولاد هم تنقطع، لا، قطع النفقة المستمرة من تاريخ صدور الحكم. وبعدها راح تكون أساس في دعوة النشوز مستقبلاً، يعني إذا كان يروم الزوج إقامة دعوة نشوز. طيب يعني ذكرتي ست الدار مهيئة ومستقلة للزوجة. طيب هنا الدار المهيئة المستقلة يعني اشترط أن يكون مملوك للزوج أو وإلا يقدر يستأجر بيت خارج الـ يجوز أن تكون مملوكة للزوج، يجوز أن يكون للزوج سهام شائعة فيها، يعني هو يكون شريك في هذا العقار، يجوز أن تكون مستأجرة من قبل الزوج. وآخر الاتجاهات التمييزية اللي صارت حتى الدار اللي يبنيها الزوج تجاوزاً على المال العام اتجهت محكمة التمييز لاعتبارها دار شرعية، وإن كنت أني يعني عندي رأي مخالف بهذا الموضوع. شنو هي؟ أنه أني يعني ما أقتنع أنه دور التجاوز ممكن تكون دور شرعية. راح تقول لي ليش؟ هو التجاوز أصلاً مخالفة قانونية صريحة. ممكن هذه الدار في أي دقيقة تهدم بقرار من الحكومة من الدولة من لجنة إزالة التجاوزات. نعم. طيب إذا هذه الدار مهددة بالإزالة في أي وقت، بالإضافة إلى كونها هي مخالفة قانونية وبها هي جنحة على القرار 154، كيف أنا أوفر للزوجة عنصر الأمان والاستقرار في الحياة الزوجية إذا هي عايشة بخوف أنه هاي الدار ممكن تهدم؟ كيف أعتبرها شرعية إذا هي أيضا تضمن مخالفة قانونية وأيضا أنا فقدت عنصر الأمان والاستقرار، لأن أنا كزوجة مهددة ممكن أي دقيقة تهدم هاي الدار. طيب وبعدين شنو مصير دعوة المطاوعة إذا هدمت هذه الدار وترجع للمربع؟ فلذلك أنا أعتقد يعني قناعاتي يعني أنه يمكن يوم من الأيام محكمة التمييز حترجع من هذا الاتجاه، لكن الرأي السائد والمحكمة التمييز تتجه بوجوب يعني أنطى البيت الشرعي وإذا كانت العقار أو البيت تجاوزا كانت حاليا مستقرة على هالشيء، لكن كثير من الحالات محكمة التمييز بمرور الأيام لأن تعرفوا مو قانون، هي اتجاهات وممكن تتبدل. نعم. ممكن. عندنا اتصال هاتفي أبو أحمد. نعم تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذم زحمات سيزة دادم إن ما نم أروادم كشبتي بربط صغيرة قالي بربط صغيرة بال ها قانون يوقت سنة من برقز عالم إن جاي سنة قز عالم يلا يوقت إلا جراج ما بربوشان مش على أفتاب وبوشان يعني سنين دستان كنز أرواد لسان نزابيم كنز أرواد السنة لسان ها أيدي بيرنز أرواد لبوشان نيبسنن بيرنز أرواد بوشان نيبسنن ها بوشان نيبسنن تمام اشتمن مطاوعات مش من ده مطاوعات مش هم هر والله اشتنا تيزاس مطاوعانا نزابي مطاوعانا نتيزاس هر والله اشت دعوه وين ده هر والله شفت ناقص مرحلة داده رجل مقابلين من مطاوعات شم رجل مقابل اساس اصل بس هلا كيف شفت سخني بتا تمام عندي مرافعة ديارا على اساس تمام ها ان شاء الله اما ديرا بر قانون تخارج سنة شي بر اروت كشتي او ادم استامره مثلا جيتسن او ادم حر دي جيتسن بر قز جاتسن بر وشانمش مثلا اروات الى قانون يوقت الى جارت من دولة الاصل اخ بخ بيسا نزادة بردنا عصمة طور اجا او انسان اده بلرسه مقدره ماليه سواري سيده بلي كنزار واداسن بشرط بلنزار واد جرك موافقه ويرسن اوزنا daha fazlasını daha fazla معلومات vermek için inşallah siz مسافرمز سنة جواب بيرجاكت تشكر دارك ابو احمدتن بزلار ارادة اشكر ابو احمد على اتصاله كان سؤاله زوجته تاركة البيت وهو دي يريد يتزوج فتاة عزباء فبهاي الحالة يقول أريد مثلا يعني أو نص قانوني صريح يجيز للزوج بأن يتزوج من فتاة عزباء دون موافقة زوجتي.
استاذ محمد، هسه الاتجاه محاكم الاحوال الشخصيه في العراق عموما اكو تساهل بهالموضوع، يقدم حجه اذن بالزواج، يجيب شهود انه زوجته زعلانه، يجيب شهود انه طبعا دعوه المطاوعه تفيده، راح يقول اني يعني داريدها هي ما تريد تجي، عادي يجيب شهود انه متمكن ماديا يعني يقدر يعيد زوجتين، ده ينطون موافقات. طيب وهنا حتى لو ما وافقت الزوجه الاولى، يعني اكو تساهل، اكو طيب تساهل. طيب هنا اذا رفضت الزوجه الاولى كان رفضها يعني سبب مقنع واقتنعت، يعني هم ممكن ان تقتنع المحكمه بسبب رفض الزوجه الاولى من زواج الزوج من الزوجة تصير أحيانا، يعني خصوصا إذا كانت إذا كان هو مدين إلها بمبلغ نفقة بدائرة التنفيذ، هذا الموضوع كثير يأكدون عليه، إذا كان هو مدين إلها بنفقة بدائرة التنفيذ وما دافعها، تجي تقول هو أصلا ما ينفق علي وما يدفع نفقاتي، فالمحكمة تطلب الإضبار التنفيذي، إذا تشوفه فعلا مدافع راح تقول لك أنت شلون راح تعدل، شلون أنت عندك إمكانية وأنت أصلا ما تدفع النفقات، فهذا أحد الأسباب اللي يرفضون بها الإذن بالزواج. طيب بس بشكل عام تقريبا 90% من الطلبات، يعني هسه هو يقدر مثلا يقيم حجة الإذن بالزواج، وحتى إذا رفضت الزوجة اي يجيب شهود اثنين يقول زوجتي زعلانة وما تقبل ترجع، ويجلب دعوة المطاوعة تطلع عليها المحكمة، وإذا هو ما مطلوب لها نفقة ينطون. طيب ست، لو نرجع على موضوع المطاوعة، طيب إذا كانت دعوة المطاوعة تسبق دعوة النشوز، فما الإجراء بين الدعوتين في هذه؟ لنفرض أنه الزوج أخذ حكم بالمطاوعة ونفذ بدائرة التنفيذ، طبعا تعرف قرارات المطاوعة تنفذ في دائرة التنفيذ، تجي الزوجة إما تطاوع أو ما تطاوع، ماكو خيار ثالث، بعدها ينتظر اكتساب حكم المطاوعة درجة البتات، يصير حكم المطاوعة بات، يقيم دعوة نشوز. طيب ذاك الوقت يحق له يقيم دعوة نشوز بعد تنفيذ حكم المطاوعة، سواء أعلنت رغبتها بالرجوع ما رجعت، مرات يعلنون تصير كحيلة يعني قانونية، تجي زوجة تقول أرجع بدأة التنفيذ لكن ما تنفذ، بس كلام بس إفادة ما تنفذ، إذا قالت أرجع وما رجعت يقيم دعوة النشوز وراها بعد اكتساب حكم المطاوعة درجة البتات. طيب هنا يخطر في بالي السؤال، يعني ماذا لو زوج أنه أخذ قرار المطاوعة وما نفذها؟ ما يقدر يسوي النشوز، لأن بدعوة النشوز أول شيء المحكمة تطلب الإضبار التنفيذية، أو مثلا يتطاول في تنفيذه، مثلا يمر عليه فد مدة معينة، هو تنفيذ 7 سنوات، دعوة النشوز ما ممكن تصير إذا ما تنفذ حكم المطاوعة. طيب ست، إذا هنا انتهينا من دعوة المطاوعة، راح نبدي بدعوة النشوز. طيب بعد المطاوعة كيف تبدي إجراءات دعوة النشوز، والزوج من وين راح يبلش في إقامة الدعوة؟ الزوج ذاك الوقت حيكون يملك حكم بات بإلزام زوجته بالمطاوعة، عند الحكم والإضبار التنفيذية موجودة بدائرة التنفيذ المختصة، يقدم دعوة نشوز، يحال طبعا إلى البحث الاجتماعي ابتداء، بعد البحث الاجتماعي تصير دعوة النشوز. دعوة النشوز القانون أوجب المحكمة أن تتريث في إصدار حكم النشوز لما له من آثار مهمة، النشوز إلى آثار مهمة، تتريث تستنفذ المحكمة جميع مساعيها للوقوف على أسباب امتناع الزوجة عن المطاوعة، تستجوب الزوجة تسألها ليش ما تطاوعين، تقنعها، محاولة إصلاح، تأجل كذا مرة، أكثر من مرة تأجل المحكمة، هذا نص يوجب المحكمة، ليس المسألة ليست جوازية، يجب أن تتريث المحكمة بعد استنفاذ جميعها، تطلع أيضا المحكمة كشف على نفس الدار اللي كانت موجودة في دعوة المطاوعة، دعوة المطاوعة. تشوفها لا تزال قائمة، بس تشوفها لا تزال قائمة، لا يزالت موجودة، تقارن بينها وبين الدار الموجودة حتى تشوف نفسها نفس الآثار، تحكم بالنشوز في آخر المطاف، يعني بعد ما تستنفذ تأجيلات كثيرة تنطي مجال هواية للزوجة، لأن النشوز مو قرار سهل. طيب هذا النشوز يعني هل يجوز إصدار الحكم النشوز سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول، وإلا بس بعد الدخول؟ لا، قبل الدخول وبعد الدخول، الآثار تختلف من ناحية المهر المؤجل، وإلا هو ممكن قبل الدخول، أنا عندي دعاوي مسوية النشوز قبل الدخول. طيب الآثار المترتب عليها مثل شنو؟ مثلا لو تتحدثين عن إذا كان قبل الدخول وشلون وبعد الدخول شلون؟ حنتكلم أول مرة الآثار غير المالية، يعني ما يشع عن النشوز، بعدين نتكلم عن الآثار المالية
دعوة النشوز، لنفرض أن الزوجة استحصل على حكم بالنشوز. طيب. يكتسب الحكم مات النشوز درجة البتات. بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات من حق الزوج لا يلزم جوازي، يحق للزوج أن يقيم دعوة تفريق لهذا السبب مباشرة بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات. أما الزوجة فتقيم دعوة التفريق بعد مضي سنتين من اكتساب حكم النشوز درجة البتات، يعني تبقى مثل هي فد عقوبة للزوجة، تبقى سنتين معلقة. أنا قلت لك قبل البرنامج أكو في الثقافة، يعني ما أدري منين جاية من الأفلام معروف، أكو في الثقافة يعني معروف منين جاية، إنه كثير يجوني ست قال لي زوجي أنا راح أبقى سبع سنين معلق. هاي سبع سنين في وين؟ والله النشوز القانونية. سبع سنين النشوز بالعراق سنتين فقط سنتين. قانوننا رحوم يعني مو هالدرجة. مو هالدرجة. إي فتبقى معلقة سنتين هذه. كعقوبة خلينا نقول معنوية تبقى معنوية. سنتين، بعد السنتين يحق لها تقيم دعوة تفريق. هذه الآثار الغير المالية لدعوة لحكم النشوز. هذا الطلاق التفريق يعتبر طلاق بائن بينونة صغرى، سواء أقيم من قبل الزوجة أو أقيم من قبل الزوج. نجي على الآثار المالية. ماذا يسقط من الزوجة عن حقوق مثل عن الزوج؟ ماذا يسقط عن الزوج من التزام؟ نعم. يسقط المهر المؤجل إذا كان بعد الدخول. المهر المؤجل فقط أعيدها، يعني كثير يتصورون كل شيء يسقط، لا مو كل شيء يسقط. المهر المؤجل يسقط إذا كان التفريق للنشوز بعد الدخول. إذا كان التفريق للنشوز قبل الدخول يسقط المهر المؤجل، وعلى الزوجة أن ترد ما قبضته من مهر المؤجل. لو تعيدي لي هاي الفقره كلش، لان هاي الساده المشاهدين اكيد راح مهمه يطلب جدا. اي نعم. يسقط المهر المؤجل، لا تستحق الزوجه المهر المؤجل اذا كان التفريق للنشوز بعد الدخول. هاي في حاله بعد الدخول. بعد مؤخر احكي شويه بالعامي. بعد النشوز تفريق للنشوز ماكو مهر مؤخر للزوجه. مؤخر للزوجه نعم. اذا كان بعد الدخول. بعد الدخول. قبل الدخول مو بس يسقط، ترجع اللي قبضته من مهر معجل. فقط. طيب لو نتحدث عن حقوق الزوجه الناشزه من الحضانه والنفقه والعده والاثار، شلون راح تفقد هاي الحقوق الزوجه الناشزه؟ كثير يعتقدون انه راح تعتبر الحضانه تسقط والمفروض تعتبر غير امينه، لا نهائيا لا يؤثر النشوز على بقيه الحقوق. وازيدك انه من حق الزوجه الناشز ان تطالب بنفقه عدتها. حتى وان كانت ناشز. تاخذ نفقه عدتها. فقط المهر. طبعا نفقه العده على فكره هي فقط بعد الدخول، لان تعرف قبل الدخول ما عندنا نفقه عده لان اصلا ماكو عده. نفقه عده عندها. لا يؤثر على دعوة الآثاث من حق الطالب بآثاثها حتى وإن كانت ناشز. حتى وإن كانت ناشز لا يؤثر على الحضانة ولا يكون سبب لنزع الحضانة. كثير يعتقدوا سبب لنزع الحضانة أنه يعتبرت غير أمينة، لا هي ناشز، هي ناشز فقط. يعني الكثير من المواطن ما يعرف بالمواد القانونية اللي موجودة في النصوص بالقوانين، يعتبر أنه الزوجة من تكون ناشزة بعد خلص يعني تفقد كل حقوقها الشرعية والقانونية مثل الحضانة والنفقة والأثاث، وهذين كلها راح تفقدها في حالة كونها ناشزة. فهي معلومة مهمة قلتيها لنا. لا أنا أطمنها، الزوجة الناشز الزوجة الناشز تخسر سنتين من عمرها تبقى معلقة، هذا الخسارة المعنوية. نعم. أما الخسارة المادية تخسر المهر المؤجل. يعني أنا عندي أحد الموكلين كان مخير بين المخالعة خيرته وبين أنه ينشزها. فأنا قلت له ترى يعني إذا أنت النشوز، قال لي لا إلا أنشزها، يعني يتصور أنه كلمة ناشز فكلمة ثقيلة بالمجتمع. قلت له ترى تأخذ نفقة عدة وتأخذ آثاث والمخالعة أحسن. قال لي مو ناشز. قلت له لا، المخالعة راح تعوف لك كل شيء. قالت لك أعوف لك، هي قالت أعوف كل شيء، أتنازل عن كل شيء وخلي كل واحد يقعد. فإلا اقتنع أنه ترى الناشز بس المؤخر ترى يروح وباقي الحقوق وتبقى قال لي لا مو سبع سنين، والله ماكو سبع سنين، والله هي سنتين وتاخذ تفريق. فاقتنع يعني. فلو تعمم هذه الثقافه انه الزوجه الناشز ترى بس تخسر سنتين من عمرها
وتخسر المهر المؤجل. واحنا ست ليش بدنا نسوي هاي البرامج القانونيه؟ يعني في سبيل انه نوصل معلومه الصحيحه والقانونيه للمجتمع. أكيد. يعني المجتمع دا يشوف او يظن اكو اجراءات هو اصلا ما موجود هاي الاجراءات ولا هالقوانين ولا هاي التعليمات بالقانون ما موجود. مثل ما ذكرتي كل الحقوق اللي تفقد، لا بالعكس هي حق واحد وهي مهر المعجل تسقط من الزوجه. المعجل اذا كان قبل الدخول يترجع. نعم، في حاله 7 سنين قلتي مثلا الزوجه يفكرون انه هي راح تكون ناشزه لمده 7 سنين وهي اللي هي سنتين. بعد اكتساب حكم النشوز درجه البتات. نعم، فاحنا الهدف من هذا الموضوع انه نذكر و نعرف للمواطن الطرق القانونية. وأشكركم جزيل الشكر على المعلومات القيمة اللي تنطوها للمشاهدين. طيب ست، يعني ده نسمع عن نشوز الزوجة، طيب وإذا كان الزوج ناشز؟ الزوج الناشز طبعا قانونا القانون العراقي ما أخذ به نهائيا، لا صراحة ولا ضمنا، وإن كان هو بالقرآن الكريم موجود، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، موجود بالقرآن الكريم، موجود بسورة النساء عن موضوع نشوز الزوج، اللي هو أنه يسيء الزوج معاملة زوجته ويبغضها ويعتدي عليها بالضرب والسب وكذا، فموجود بالشرع مو موجود بالقانون. لذلك ما أحب أخوض به حتى لي يخربط المشاهد بين الشرع والقانون. إحنا موضوعنا قانوني، فأريد أوصل معلومة قانونية. إذا أدخلها بالشرع راح أكو بعض القوانين أخذت قوانين بعض الدول أخذت بالنشوز الزوج، لكن قانوننا ما أخذ به، وبالتالي أكيد مرتب عليه آثار، لأن أصلا ما أخذ به لا صراحة ولا ضمنا. جيد. ست، أنت كامرأة وكمحامية صار لك سنوات ما شاء الله بالمحكمة، ليش الزوجة تصل إلى مرحلة النشوز؟ يعني شو اللي تخليها توصل لمرحلة النشوز؟ هو الزوجة تصل إلى مرحلة النشوز لسببين. السبب الأول يحسب لها والسبب الثاني يحسب عليها. السبب الأول هو الأرجح، هو اللي يشوفه أكثر. كيف؟ أستاذ محمد، إخفاق الزوجة في الحصول على حكم بالتفريق من المحاكم أحد الأسباب الرئيسة لوصول الزوجة إلى مرحلة النشوز. أسباب التفريق المذكورة في قانون الأحوال الشخصية في موادها إن لم تكن معطلة فهي شبه معطلة. يمكن يكون كلامي شوية جريء، لكن هذه حقيقة أنا ألمسها وأقولها ودنعيشها. شبه معطلة كثير هي، يعني ما تطبق. أسباب تفريق إما إنها شبه معطلة، نجي مثال التفريق للضرر، التفريق للخلاف، يعني ثق وأعتقد أكو تقارير طبية ومغذى وتفريق، يعني وين توصل الزوجة حتى تأخذ تفريق، أو أنه تعجز الزوجة عن إثبات أسباب التفريق. هذا كثير معمول به. راح تقول لي شلون تعجز الزوجة؟ هي مع في دار الزوجية مغلقة، زوج وزوجة، وقد يكون هناك أطفال، وحتى لو كانوا الأطفال بالغين ما يجوز سماعة شهادة فرع ضد أصله، هذا شرع الله. فهنا نوقف أن الزوجة تتعرض إلى الضرب، إلى الإهانة، إلى إلى إلى. طيب شلون تثبت هو وهي بحدهم؟ عندي هذه يعني معضلة حقيقية ومؤلمة. أكو آثار ضرب، راح يقول لا مو هي قد أكو آثار ضرب. حاليا ما ممكن يحكم زوج على ضرب زوجته إن لم يكن إذا أنكر ولم يكن هناك شاهد. التقرير الطبي لا يكفي للإدانة، إفادة المشتكية بوحدها مع التقرير الطبي لا تكفي للإدانة. وأن كان عندي دعوة من ذاك اليوم، إجاني اتصال أيضا، أستاذ محمد افتح لنا هذا الموضوع النشوز وهذا، لأن أنا كامرأة، هي قالت نصا يعني زوجي ما دا أطيقه، ليش يهيني ويضربني ويخونني، لكن أنا من أريد أقيم دعوة تفريق القانون ماذا يأخذ بالدفعات اللي أنا أقدمها، يطلب مني الشهود. طيب مثل ما ذكرتي أنا وزوجي بالبيت، شلون أجيب الشهود؟ هي لا مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، خيانة موجودة. طيب أنا الخيانة شلون أثبتها؟ يريد مني الشهود. فبهاي الحالة أنا متحمل زوجي ولو ما أريده، في سبيل ومتضرر من الحياة الزوجية. طيب كيف أنا أتخلص من زوجي؟ أريد أطلق أنا وفق القانون والشرع، يعني ماكو في الطريق يدليني عليه. نصا هي قالت لي هيك، نفس كلامك اللي ذكرتيه، يعني تفريق للخلاف هسه
يعني يمكن 1% تكسب الدعوة وتطول الدعوة أيضا. أوفك تطول، نادر ما تقتنع المحكمة بالخلاف حتى تلجأ للتحكيم. تبقى الزوجة تقيم دعاوي تفريق تخسر، تقيم دعاوي تفريق تخسر، ترد، تمشي دعوة المطاوعة عليها. هي عندها أسباب، إما ما تقدر تثبتها، إما المحكمة ما أخذت بيها، راح تحكم مطاوعة. عندي اتصال هاتفي. ألو. ألو مرحبا. يا أهلا وسهلا أخ أرهان. نعم. شلونك أستاذ؟ يا أهلا وسهلا حياك الله. ممكن سؤال من ست المحامية؟ نعم ممكن، تفضل تسمعك. عندي نفقة مال المرأة يمي، يعني نقول مطلق أنا ووقع على نفقة عند جهال من عنده وحدة على مدابة النفقة مال اللي شد لها على الأقساط بنجمع عليه 5 ملايين. طيب سؤالك وين أستاذ؟ وعندي السؤال الثاني. أي وقاف على كمينه. لا لا عادي تفضل. يعني ذاك يعني يجوز البرمجة منه ما يخص بس قلت أسأل من المحامي على هذا بس يفهمني بها الفرح مع والديكم. طيب أنا بوقت اشتريت سيارة بالأقساط كاتب بالعقد عند العقد مال البيع والشراء على قسطين. هسه هو رايح مشتكي من بيدي بالمحكمة يريد الفلوس حاضرة ومكاتبة موجودة أقساط على وجبتين. نعم. إيه. أستاذ علي أكرم مطلع عليه أمر قبض. يعني أنت قاضي. أخي الكريم، أخي الكريم، بدون ذكر أسامي، بدون ذكر أسامي، بدون ذكر أي عناوين. ألو. بدون أذكر أي أسامي راح أجيب على سؤالك إن شاء الله وأشكرك على اتصالك. افتهمت السؤال الأول من الأخ إنه نفقة الشهر للطفلة متراكم عنده أكيد 5 ملايين، طيب شلون راح يدفع هذا 5 ملايين على شكل أقساط أو ربما على شكل نقدة؟ إذا كان هو موظف، هو ما حدد هو شو يشتغل، إذا كان هو موظف منفذ العدل يقسط المتراكم على 5 الراتب، وإذا كان هو كاسب تبقى صلاحية منفذ العدل في تحديد القسط المتراكم، الأقساط المتراكمة. طبعا صلاحية منفذ العدل ليست مطلقة، يستمع إلى الشهادات، اليسر والعسر وكذا. ويرجح حال القاضي، يرجح أي شهادة ويحدد القسط المتراكم. طيب ست سؤالي راح تكون هنا، يعني الزوجة المال مشكلة الأكبر اللي راح تواجهها الزوجة في دعوة مطاوعة. المشكلة الأكبر اللي تواجهها الزوجة في دعوة المطاوعة إذا قام إذا لم يقم الزوج دعوة النشوز، أنا أسميها يعني تعسف، تعسف بحق الزوجة. لا تمسكوهن ضرارة. وإن كانت هاي الآية نزلت في الزوج اللي طلق زوجته ويرجعها في قبل ما تنتهي العدة بأيام قلائل حتى يطيل عليها مدة العدة ويرجع طلقها، فنزلت الآية الكريمة لا تمسكوهن ضرارا. فأنا يعني أقيس هاي الآية على هاي الحالة. شلون زوج يأخذ قرار مطاوعة وينفذها، وينفذها زوجة ما طاوعت لها أسبابها. طيب إذا ما طاوعت شي يسوي هو؟ ما يقيم دعوة النشوز، يذرها كالمعلقة. من ما يقيم دعوة نشوز، ما ينشزها، راح تبقى لا هي تقدر تأخذ حكم تفريق، لأن هي تفريقة يفترض أنها مردودة سابقا أو ما لها أسباب أو يعني أي سبب كان. هذه أدنى يعني معضلة كبيرة يعانيها كثير من الزوجات، اللي هي أنه من ما يقيم دعوة نشوز وعنده حكم مطاوعة تبقى معلقة، تبقى معلقة لأن لسنوات. هي من مصلحتها أن يقيم نشوز، لأن بعد النشوز بسنتين حتقدر تأخذ حكم بالتفريق للنشوز وتتخلص. لكن إذا ما قام نشوز ماكو يعني ماكو أمل تأخذ حكم بالتفريق، راح تبقى معلقة. وهذا يعني أنا دائما أقولها، إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. طيب القانون ما عالج هذا الفراغ القانوني الموجود في القانون الأحوال الشخصية؟ والله أستاذ محمد يا ريت يعالجه، لأن عندي حالات كثير من الزوجات تضرروا. ده ننتظر يعني إحنا نتأمل إنه يقيم النشوز وهو ما يقيم، مستخدم حقه إنه ما القانون ما يوجبه، ما يلزمه إنه يقيم. فهذا أنا أسميه مسك ضرارة، أنت يعني تمسكها تضرها. أنا كان عندي هاي الدعاوي اللي ذكرتيها، يعني المرأة أخذت قرار المطاوعة
وما اطاع الزوجه بال 2014 وطلقت بنهايه 2020، يعني كانت هاي المده يعني طويله جدا للزوجه، لا هي رجعت ولا هي تزوجت ولا هي يعني اخذت قرار الطلاق، فاستمرت اكثر من 6 سنوات لما طلقت. هذا سلاح يستخدمه بعض الازواج، لازم هذا الفراغ التشريعي يعني يملا نعم بنص جاد يعني ينقذ المراه. يعني احنا مو نقول ان اوكي هي ناشز هي أخطأ، لكن احنا مو هي ناشز احنا لازم ننتقم من عدا ان احنا نخليها معلقه، ترى لا الشرع الله يقبل بهالشيء ولا الاخلاق تقبل بهالشيء، هذه بشر صح. تبقى انت معلقه، لا انت طلقتها ونشز راح يروح المؤخر، راح يروح المؤخر، اتركها تعيش حياتها ويمو انتقام هو. نعم عندي اتصال هاتفي. الو نعم الو. طيب ست يعني القانون اذا ما عالج هاي الموضوع والفراغ القانوني، طيب هنا الزوجة راح اكيد راح تتضرر من هذا الشيء أكيد. ولا تقدر تطالب بالنفقات خلال هذا المدة اللي هو الزوج ما قام الدعوة. لا يعني ليش اقول لك هي راح خسرانه نفقتها المستمره وخسرانه مؤخرها، وفي نفس الوقت ما ماخذه حكم بالتفريق. مو انت يعني من سالتني ليش الزوجه توصل لمرحله النشوز، قلت لك هناك سبب يحسب لها وهناك سبب يحسب عليها. اللي يحسب لها انها اخفقت في الحصول على حكم بالتفريق لاسباب خارجه عن ارادتها، اما انها ما قدرت تثبت، ويحسب عليها ترى يعني الناشز 10% يكون الخطأ خطأهم إنه هم عنيدات متمردات عاصيات. 10% منهم، 93% من عندهم أسباب تفريق وما قدروا يحصلوها ما قدروا يثبتوها بالمحكمة، فبقت ضحية فراغ تشريعي. طيب ست لو نجع على دعوة مطاوعة مثل ما ذكرتي، صدر قرار مطاوعة وألزمت الزوجة بمطاوعة زوجها والزوجة اجت طاوعت زوجها مده مناسبه وحصل خلاف بيناتهم. طيب وهنا يعني وتركت الدار الزوجيه، بهاي الحاله ايش راح تصير؟ اذا يعني من الزوج ايضا هم يقيم دعوه مطاوعه الاخ ويثبت يريد مثلا اطاعه زوجته له في نفس الدعوه نفس الدار مستقل؟ اذا كانت طاوعت بشكل فعلي وصارت عندنا كثير دعاوي يعني بهالحاله، لازم يقيم دعوة مطاوعة جديدة. نعم. لأن إذا زال المانع عاد الممنوع. نعم. ست عندي اتصال هاتفي. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم من وياي؟ أستاذ درب جال مسجي ستة. باله حجة. حجة بس تلفزيون ساسن عند رياضان. حجة بس ساسنا عند التلفزيون يا وضن ماني ايش التلفنا. ها بالي حجة قونش مسافر لغنياتنا جيت ايه قردش لهات في ورده زمان عيد داه جارمر جيت غر خاصة جيت رغي اونا برا درو ورده جيت غور برده سولة تابتو غوزن جيت غور عشتو غوزن ايه در حمسة سرما باختك شكت يدب نوزارنا شكت يدب والله بالمرغ نزار نبل مرغ ده عم بوشر ما غصر عزه أي ده حد أغلو ساودا نوتر من دقوز مليون بيا وصرف يتمشى أغلو ساودا نوتر بري أو ده يخص إيه وايرد إيه وايرد إيه وايرد يعني إيه وي جريشيت سخش وايرد يخص مثلا بس وايرد عايرة غير منطقة ده تمام جزل ها جزل شت هذا جردوه محكمة ده شئين طلابن جرو من 9 مليون هالشيء المشان بيه وصرفت مشان بالمنا بلا بيه وسترام عالتو نسترام بلا حبس ما نم بلا شيء والله تمام عند ست مسافر مس ست جوابه بيره تشكر دارك بزاف قاتل ضغوتين اشكر الاستاذ على اتصاله وراح تاخذ الجواب من الست الكريمه. ست سمعتي السؤال لا. الزوجه تاركت البيت وذهبت الى بيت اهلها يعني بحجه خطار وما رجعت، فهي تريد مثلا حقوقها والولد عنده بيت مستقل ومقصر ويا حسب كلام المتصل. طيب هنا الزوج ايش راح يسوي مثلا؟ هو يمكن سال قال من حق الطالب بالاثاث والذهب. نعم من حق الطالب بالاثاث والذهب. هذا جواب مو شو سال. نعم اي بهالحاله خلي يقيم الزوج دعوه مطاوعه. هو ليش قلت له عندك بيت مستقل؟ قال عنده بيت مستقل فيقدر يقيم دعوه مطاوعه حتى وان كانت هي قد اقامت دعوه تفريق على سبيل المثال. هي حتى لو استؤخرت دعوه المطاوعه بس خلي يقيمها حتى يثبت حاله
اذا قامت هي اي تفريق يعني خلينا نقول نسبه كبيره ترد. نعم. يعني انت حكينا عن دعوه التفريق. نعم. انه هي نادر ما يتم الحصول على حكم بالتفريق. نعم. لكثير الاسباب اللي حكيناها سلفا، فيقيم المطاوعه حتى اذا دعوه التفريق ترد راسا يستأنف السير في دعوه المطاوعه. طيب ست نرجع على سؤالي، يعني قبل الاتصال ذكرت انه هي الزوجه اطاعت زوجها ورجعت فعليا. نعم. للحياه الزوجيه واستأنفوا الحياه. نعم. الزوجيه، وبعد مده حصل خلاف ما بين الزوجين، فهنا الاجراء وين راح يصير؟ هم يرجع الزوج يقيم دعوه مطاوعه من جديد ويجي يشتري الاثاث من هاي؟ نرجع هاي الحاله الأول. الزوج خسرانه بهاي الحاله اي، لان الساقط لا يعود، انتهى خلاص حقه، اتنفذ القرار انتهى، يقيم دعوة جديدة. أنا عندي صارت يعني هواية، لكن أكو شيء تبقى المدة، يعني أكو ترجع شهر بس على مود تسقط الحكم. هسه حاليا لا، يعني يؤخذ بنظر اعتبار المدة، يعني إذا راجعة مدة قصيرة لا، بس إذا راجعة مدة معقولة فلا يرفع دعوة جديدة. طيب ست لو نفرض أنه الزوج أقام دعوة نشوز وبالمقابل الزوجة أقامت دعوة التفريق مثلا للضرر على سبيل المثال. نعم. المال محكمة يعني تفضل يا دعوة على دعوة، أو تنظر الدعوة وتستأخر الدعوة في هاي الحالة؟ يعني عندنا دعوة نشوز، دعوة نشوز ودعوة تفريق. آخر اتجاه محكمة التمييز تستأخر دعوة النشوز، تستأخر لحين حسم دعوة التفريق. طيب، وإن كنت أنا يعني برأيي وجهة نظري الشخصية المتواضعة في رأيي من باب أقرب للعدالة لو يتم توحيدهم، ممكن توحيدهم الدعوتين، لكن اتجاه محكمة التمييز لا، إلى رأي آخر أنه لا تستأخر دعوة النشوز، لأن استئخارها مضر للزوج. إحنا نريد نوازن بين مصلحة الزوجين، ما ننحاز إلى جهة على حساب الجهة الأخرى. فمن باب العدالة يكون التوحيد أفضل وأقرب للعدالة. طيب ست، دعوة النشوز هل تجري المحكمة أيضا يعني كشوفاتها واطلاعها على الدار الزوجية؟ نعم، تتحقق المحكمة من أن الدار لا تزال قائمة. ليش؟ أنا قلت لك مسبقا ونفس الدار اللي كانت موجودة بدعوة المطاوعة، ما يصير تغييرها، نفس الدار. طيب ست، يعني نتجه على نهاية البرنامج، كلمة أو نصيحة توجهها مثلا من خلالنا ومن خلال البرنامج للمتزوجين أو اللي عندهم خلافات هذا الخصوص. أنا أحب يعني أنصح الزوجين أنه يعني دائما إحنا نجعل القرآن والسنة هي مرجعنا. نعم. فدائما أقول امساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، وأقول لا تنسوا الفضل بينكم، وأقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فماكو داعي أنه إحنا بعد ما صار خلاف بيناتنا الموضوع يكون انتقامي أبدا. يعني كلش القرآن واضح، إما أمسك بمعروف أو أسرح بإحسان. الرسالة موجهة إلى كل زوج وإلى كل زوجة، لكلا الطرفين، لكلا الطرفين، إما أن تمسكون بمعروف أو تسرحون بإحسان. وإن شاء الله إن شاء الله يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن ما نشوف حالات، فعلا دا نشوف حالات محزنة بالمحكمة، يعني البنيه تطلع او الزوجه تطلع تبكي، او الاطفال يعني هاي الدعاوي هو الخاسر والوحيد هو الطفل. اكيد يعني فعلا بدنا نشوفه خاسر الاول والوحيد ينشأ هو الطفل معقد اذا منشأ بين والديه. انا اذا مهما وفر اذا الحاضن مهما وفر من حنان من ماده من امكانيات، لا تعتقد انه ينشأ الطفل سليم اذا فقد احد والديه. فعلا مستحيل، سواء اب او ام، اثنيناتهم مهمين في حياه الانسان. نتمنى ما نشهد هيك حالات يا رب. نتمنى يا رب. ان شاء الله. اشكرك المحاميه القديره ضحى حكمه المولى، عضو الهيئه العامه لنقابه المحامين العراقيين وخبيره قضائيه في محكمه استئناف كركوك الاتحاديه، كنت ضيفه عزيزه علينا. شكرا. واشكرك على صراحتك في الاجابه. شكرا. واشكرك على قبول الدعوه. انا اشكر الكادر كله، وشكرا الفضائيه تركمل. جزيل الشكر. تسلمي لي. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقتنا المقرره لهذا الاسبوع، ملتقانا وياكم الاسبوع المقبل ان شاء الله في حلقه جديده وضيف جديد. الى هنالك دمتم بامان الله.